معظم كيوم نور حقيقي Yeah.
القبطية في المهجر بتقوم بدور كبير جدا في الرعاية الروحية والنفسية والاجتماعية للأقباط، زاد إنها بتقدم العبادة القبطية بالطريقة اللي الناس اتحبوها وتعودوا عليها، وبتساهم في تنشئة الجيل الجديد. أيضا بتقدم نوع من الرابطة الروحية والاجتماعية بين الشعب القبطي وبعضه. والمجموعة الحلوة الصغيرة هنا في أوتريخت، ماري جرجس والست دميانة في أوتريخت، بيحتفلوا النهاردة بتذكار لما اتجمعوا وأسسوا الكنيسة الجميلة ديت، الكلام ده من 20 سنة، وكل سنة في الميعاد ده بيعيدوا الاحتفال بالمناسبة الجميلة ديت، ويعملوا سوق خيرية ويعملوا أنشطة للأطفال وترانيم، ودي حاجة لذيذة قوي بنشجعها وبنفرح بيها، وبنتمنى لهم كل خير وكل نمو وكل تقدم، وطبعا برعاية أبونا القمص بشوي راعي هذه الكنيسة. ربنا يبارك في الخدمة ويعيشوا ويحتفلوا بالمناسبات السعيدة ديت. النهاردة يوم جميل جدا، يوم عظيم في كنيستنا، بنحتفل بالعيد 20 لتأسيس الكنيسة، تم شرائها في سنة 1998. طبعا كل الفضل لربنا والوجود كان أبونا أرسانيوس البراموسي، ربنا يديه الصحة، نيافة الحبر جيل أنبا أرساني أسقفنا المحبوب، ربنا يفرحه دايما بثمار خدمته وثمار تعبه. هو موجود معنا النهاردة بيفرحنا وبيباركنا وبيبارك شعبه، والناس كلها فرحانة وجايين من كل مكان بيباركوا لسيدنا وباركوا للكنيسة على الفرحة الكبيرة، وعشرين سنة ربنا يجعلها دايما مفتوحة وفرحة لكل الأجيال. كل سنة وكنيستنا طيبة بعدها العشرين، وده كان الكنيسة بالنسبة لنا كانت حلم جميل، وكانت حلم كبير جدا جدا أيام ما ابتدينا الخدمة هنا في منطقة أوتريخت. احنا ابتدينا قبل شراء الكنيسة بحوالي 5 سنين، وكانت خدمة كتاب مقدس ودراسة ومدارس احد للاطفال، وبعد كده ربنا اراد ان احنا يبعت لنا المكان دوت، واخترنا اسم شفيعنا ماري جرجس وقديسة دميانة، ودي كانت بركة كبيرة. ومن 20 سنة احنا حاسين بقد ايه بركة قديسنا في قلب الكنيسة، وازاي الخدمة بتمشي ببركتهم وبصلواتهم. كل سنة وكنيستنا طيبة وبخير، وكان عيد مفرح جدا وحلو جدا. العيد 20 ده 20 سنة كنيستنا موجودة، فحاجة مبسوطين بيها جدا، وكان مشرفنا ومنورنا ومباركنا نيافة الأنبا أرساني. احنا بنشكر ربنا النهاردة بنحتفل بالعيد 20 لكنيستنا، وبنشكر ربنا فعلا ان هو يعني عطلنا الكنيسة ديت. الناس فاكرة يمكن ان احنا هنا يعني الروحيات اقل او كده، بس الحمد لله يعني ربنا عطلنا كنيسة حلوة، وابونا بشوي ربنا يخليه لنا، وسيدنا الأنبا أرساني بيهتموا بينا، بيعملوا لنا على طول مؤتمرات، خلوات، أنشطة، خدمات. فبنشكر ربنا بجد على كنيستنا، وبنتمنى يا رب كده عقبال العيد المليون يعني لينا وللأجيال اللي جاية من بعدنا، وكل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة العيد 20 بتاع كنيسة ماري جرجس والقديسة دميانة الشهيدة دميانة، العيد 20 بتاع الكنيسة، واحنا فرحانين قوي بيه، وبصراحة كان عيد يوم جميل، صحيح ممطر يعني، بس كان يوم جميل. وجانا ضيوف كتير وجانا من كل الكنائس، وتشرفنا ب طبعا نيافة الأنبا أرساني طبعا جيزارنا وصلى معانا وشرفنا في اليوم ده. عايز اقول كل سنة واحنا طيبين بعيد كنيستنا 20. وانا لو هرجع بذاكرتي لورا 42 سنة افتكر لما كنا بنأجر كنيسة وبنستنى الشهر اللي بيجي فيه القداس. النهاردة بنحمد ربنا لوجود سيدنا الأنبا أرساني اللي عمل لنا كنائس تقريبا في كل حتة لا يقل عن 10 كنائس ودير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد كنيستنا 20 كان يوم بهجة ويوم فرح ويوم بركة، وخصوصا كان بيباركنا الأنبا أرساني.